السلام عليكم. الشعر ليس عنصرا جامدا أو صامتا، حالته وصحته تعكسان الكثير من حالتك الصحية ومن أمراضك. ويعتبر تساقط الشعر أحد أهم المشاكل والاهتمامات الرئيسية سواء للرجال أو للنساء. في بعض الحالات يكون التساقط طبيعيا وفيزيولوجيا، إلا أنه في حالات عديدة أخرى يمكن أن يكشف مشاكل صحية كثيرة، منها ما هو خطير. كيف ذلك؟ تابعوا الفيديو حتى النهاية. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم ميديكول، معكم الدكتور منير. في البداية يجب أن نتعرف على تساقط الشعر الطبيعي. عند إنسان سليم تمتد دورة حياة الشعر من 2 إلى 5 سنوات، ونفقد كل يوم ما بين 50 إلى 100 شعرة بطريقة طبيعية وفيزيولوجية، وهذا المعدل يمكن أن يرتفع أو ينخفض قليلا حسب الأشخاص. للتجربة مرر يدك على شعرك واشدد بلطف. إذا لاحظت أن هناك بعض الشعيرات في يدك لا تتعدى 10 شعيرات فهذا أمر عادي، ولكن إذا شددت بلطف في نفس المكان مرة أخرى ولاحظت أيضا شعيرات إضافية في يدك فهذا يعني أنك تعاني من مشكل تساقط الشعر. في هذا الفيديو جمعت لكم جميع الأسباب المسؤولة. أولا، تساقط الشعر الوراثي. يصاب كل من الرجل والمرأة بهذا النوع من التساقط، وهو السبب الأكثر انتشارا وشيوعا على الإطلاق. عند ظهور هذا المشكل سواء كنت امرأة أو رجلا فهذا يعني أنك تملك الجينات التي تسبب انكماش بصيلات الشعر والتي هي مسؤولة عن نمو كل شعرة وبالتالي توقف نمو الشعر، وللإشارة فهذه الجينات وراثية. هل إعادة النمو ممكنة؟ نعم، يمكن أن يساعد العلاج في إيقاف تساقط الشعر أو على الأقل إبطائه، بل ويمكن أن يساعد حتى في إعادة نموه. كلما بدأ العلاج مبكرا كلما كانت النتائج أفضل، ولكن بدون علاج سوف يستمر تساقط الشعر. السبب الثاني هو العناية المفرطة بالشعر. عند تلوين الشعر أو تجعيده أو فرده إلى آخره فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه وإلحاق الضرر به. مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى تساقطه، كما أن تسريحة الشعر بشده إلى الوراء وتركه مشدودا يسبب تساقطه، وهذا ما يسمى علميا بثعلبة الشد. هل إعادة النمو ممكنة؟ يمكن تغيير طريقة العناية بالشعر مما قد يمنع تساقطه، ولكن بمجرد إتلاف بصيلة الشعر لا يمكن له أن ينمو من تلك البصيلة. لهذا يجب الانتباه لطرق العناية بالشعر والتجميل وأيضا المواد المستعملة. ثالثا، نقص العناصر الغذائية. يسبب نقص الحديد والزنك والبروتين والبيوتين في تساقط الشعر، وإعادة النمو ممكنة إذا تم إصلاح هذا النقص. رابعا، العمر. مع التقدم في السن يتساقط الشعر عند معظم الأشخاص لأن النمو يتباطأ. في مرحلة ما من العمر تتوقف البصيلة تلقائيا عن نمو الشعر مما يسبب ترققه ثم تساقطه. هل إعادة النمو ممكنة؟ يساعد العلاج بعض الأشخاص على إعادة نمو شعرهم شريطة تناوله مبكرا. خامسا، الولادة، المرض والضغوطات النفسية. بعد مدة من الولادة أو التعافي من مرض ما أو حتى بعد إجراء عملية جراحية يلاحظ الكثير من الناس زيادة وتسارعا في تساقط الشعر. كما يمكن أن تحدث هذه الظاهرة أيضا بعد وقت عصيب في الحياة، مثلا طلاق أو وفاة أحد أفراد الأسرة. هل إعادة النمو ممكنة؟ إذا توقف التوتر وعوامل الضغط النفسي فإن الجسم قادر عموما على التأقلم والتوقف المفرط عن تساقط الشعر مع استرداده في فترة لا تتعدى 6 أو 9 أشهر. سادسا، اختلال التوازنات الهرمونية. تعتبر مشاكل الهرمونات من أهم أسباب تساقط الشعر، والعديد من الاختلالات الهرمونية مسؤولة عن هذا المشكل. أهمها متلازمة تكيس المبيض. هذا الاضطراب يؤدي إلى تكيس مبيض المرأة إلى جانب علامات وأعراض أخرى منها تساقط الشعر، ويمكنكم الرجوع إلى الفيديو الذي قدمته سابقا. كما يمكن أن يتسبب إيقاف أنواع معينة من حبوب منع الحمل في حدوث خلل هرموني مؤقت وبالتالي إضعاف الشعر ثم تساقطه. هل إعادة النمو ممكنة؟ يمكن للشعر أن يبدأ في النمو والتوقف عن التساقط إذا تم علاج المرض المسبب. سابعا، مشاكل الغدة الدرقية، لا تيغويد. تتسبب اضطرابات الغدة الدرقية في ترقق الشعر وتساقطه. هل إعادة النمو ممكنة؟
نعم، يمكن أن يساعد علاج أمراض الغدة الدرقية في توقف تساقط الشعر وإعادة نموه بعد ذلك. ثامنا، هناك مرض لالوبيسي أغياطا، وهو مرض من أمراض جهاز المناعة، حيث يقوم هذا الأخير بمهاجمة بصيلات الشعر مسببا تساقطه، ويمكن فقدان الشعر في أي مكان من الجسم بما في ذلك فروة الرأس وداخل الأنف والأذنين وأحيانا حتى الحواجب والرموش. هل إعادة النمو ممكنة؟ عموما نعم، ولكن إذا تعذر نمو الشعر تلقائيا فيجب اللجوء إلى بعض العلاجات التي تحفز نموه من جديد. تاسعا، تناول بعض الأدوية. تساقط الشعر هو من الآثار الجانبية المحتملة للعديد من الأدوية إضافة إلى التخدير العام. هل إعادة النمو ممكنة؟ طبعا، ولكن لا يجب التوقف تلقائيا عن أخذ الدواء دون استشارة الطبيب. السبب العاشر هو علاج السرطان. عند تلقي العلاج الكيميائي أو الإشعاعي فهناك إمكانية كبيرة لفقدان كل أو معظم الشعر في غضون أسابيع قليلة من بدء العلاج. هل إعادة النمو ممكنة؟ عادة ما يبدأ الشعر تلقائيا في النمو مرة أخرى في غضون أشهر من استكمال العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، كما يمكن الاستعانة ببعض الأدوية لمساعدة الشعر على النمو بشكل أسرع. السبب الحادي عشر هو عدوى وتعفنات فروة الرأس. يمكن أن تؤدي تعفنات وعدوى فروة الرأس إلى ظهور مناطق متقشرة وملتهبة مع تساقط الشعر. هل إعادة النمو ممكنة؟ نعم، يمكن للعلاج المناسب أن يزيل العدوى، بعدها الشعر سوف يبدأ في النمو تلقائيا. السبب الثاني عشر هو صدفية فروة الرأس، حيث يصاب العديد من مرضى الصدفية اللويحية بالصدفية أيضا في فروة الرأس مما يسبب لهم تساقط الشعر. هل إعادة النمو ممكنة؟ عموما بعد الشفاء من صدفية الرأس يمكن للشعر أن ينمو مرة أخرى، ولكن يلزم له وقت طويل جدا إضافة إلى التتبع والعلاج الطبيين. السبب الثالث عشر هو التسمم، حيث يؤدي التسمم البطيء إلى تساقط الشعر. تشمل السموم التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر الزرنيخ والثاليوم والزئبق والليثيوم، كما أن تناول كمية كبيرة من فيتامين أ والسيلينيوم يمكن أن يسبب تساقط الشعر. هل إعادة النمو ممكنة؟ نعم، عموما يبدأ الشعر في النمو مرة أخرى عندما لا تكون معرضا أو معرضة للسم. السبب الرابع عشر وهو نتف الشعر، حيث يقوم العديد من الأشخاص بشد شعرهم لتخفيف التوتر أو بسبب مشاكل وضغوطات نفسية دون أن يعرفوا أن ذلك يسبب تساقط الشعر. هل إعادة النمو ممكنة؟ نعم، ولكن شرط عدم تدمير بصيلات الشعر والتوقف أيضا عن شد. السبب الخامس عشر هو مرض يسمى تندب الثعلبة، حيث ينتج التساقط عندما يقوم الالتهاب بتدمير بصيلات الشعر. الاسم الطبي لهذا المرض هو تساقط الشعر الندبي. هل إعادة النمو ممكنة؟ بمجرد تدمير بصيلات الشعر لا يمكن أن ينمو الشعر مرة أخرى، ولكن يمكن أن يؤدي اكتشاف هذه الحالة مبكرا إلى منع المزيد من تساقط الشعر. السبب السادس عشر وهي الأمراض المنقولة جنسيا، حيث تؤدي هذه الأمراض كمرض الزهري إلى تساقط الشعر إذا تركت دون علاج، مسببة تساقط في فروة الرأس واللحية والحاجبين وأماكن أخرى. هل إعادة النمو ممكنة؟ غالبا بعد علاج العدوى المنقولة جنسيا يبدأ الشعر في النمو من جديد. أخيرا، هناك الاحتكاكات، حيث يسبب احتكاك الشعر بالقبعات والملابس الضيقة في تساقط الشعر. المصطلح الطبي لهذا هو الثعلبة الاحتكاكية. هل إعادة النمو ممكنة؟ ينمو الشعر تلقائيا عندما يتوقف الاحتكاك. إذن كما تلاحظون أسباب تساقط الشعر عديدة ومختلفة، وعلى الرغم من وجود العديد من الأسباب التي يمكن علاجها بنجاح، فإن مفتاح العلاج الفعال هو التشخيص الدقيق والمبكر لسبب تساقط الشعر. في هذا الفيديو حاولت أن أجمع لكم جميع أسباب تساقط الشعر. إذن إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا التفاعل معه بالاشتراك، باللايك، بالتعليق وبنشره. شكرا، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.